بسم الله. النهارده مع موقع اسمه اوتوديسك فورمت. اوتوديسك فورمت من المواقع بتاعت اوتوديسك، وموجود من نسخة على برامج الاندرويد وبرامج الابل ماكنتوش. بيرسم بطريقة سهلة جدا زي السكتش اب، يعني بقول له كرييت واختار الشكل اللي انا عايزه، بقول له مثلا كرييت للشكل دوت، وبعد كده ممكن اعمل سكيل، وممكن اعمل الشكل كله او ممكن اعمل لجزء معين. يعني لو انا دوست مرة تمام، ممكن اجي كده على الشكل اروح دايس عليه كده حددته كله، ممكن اروح دايس مرتين مثلا على حافه من الحواف يروح محددها لي، او مرتين على خط من الخطوط يروح محددها لي، وساعتها ابدا اتحرك بالخط ده. بس ممكن ارسم خطوط، ممكن اشوف اللوكيشن، اضبط اللوكيشن بتاعي، ممكن اضبط الوحدات بتاعتي المتريك، ممكن ارسم كذا شكل. يعني ممكن من خلال الاشكال البسيطه ديت ارسم اي شكل انا عايز، ارسم مبنى كامل، ارسم مكنه كامله، وتقدر تعدل زي ما انت عايز في قلب الحاجات ديت لحد ما توصل للشكل. في تفاصيل اكتر من كده بكتير. هو الاجمل فيه ان هو بيشغل على اندرويد، ففي الاندرويد بيبقى لذيذ جدا. انت ممكن تكون في اجتماع تروح داخل ومعدل شويه حاجات وتوري له الشكل، يقول لك لا طب انا عايز التعديله البسيطه دي، تروح انت اعملها وبعتها له. وممكن في الاخر خالص لما اخلص اقول له سيف وروح مسيف الشغل اللي انا شغلت عليه. اخوكم عمر سليم.